الأمر اللي حصل الآن صح احنا معترضين عليه، لكن هو شنو الخيارات؟ يعني هذه جزء، يعني سيد المحافظ نفسه تحدث، انا في لقاء تحدث قال انه احنا نعرف المسافر واحنا ايضا مسافرين، نعرف انه ما نصرف $7,000، يعني احسن ممكن $2,000 في اقصى الاحوال. هاي النقطة، هاي النقطة اللي اريدك تجاوبني عليها. هسا احنا كل احنا نسافر، نعم، عمرنا ما احتاجينا منافذ نشتري منها، نروح من الصيرفة، ليش $7,000؟ يعني انت تريد تشجع تهريب العملة على مود الولد؟ يعني لازم يبوقون قوة؟ لا، هو استاذ نجم، هو الموضوع تطور بحيث انه اصبح الان وسيلة لتهريب الاموال. هو الهدف منه انه احنا عندما تحدثت انا مع السيد المحافظ انه بالضبط قال انه المسافر ما يحتاج الى 7000، يحتاج له يمكن يكون 2000 أو 1500. وليش اعطيته 7000؟ هذا نعرفه تماما. ليش اعطيته 7000؟ 5000 انه راح، ال5000 سيعاد بيعها بالسوق المحلية من أجل إحداث التوازن. ليش اعطيته 7000 في السوق المحلية؟ لما تحدثت مع المعالي، نعم، الله يكتب سلامته، ما قلت لي ليش اعطيته 7000 لصالح من فرق. وكانت 5000، نعم، أي هو كان 5000 رفعها إلى 7000، كان الهدف الأساسي إنه يضخ جزء من البيع النقدي للسوق الموازي حتى ممكن أن يحصل التوازن. لأنه إحنا المشكلة، شوف المشكلة الأساسية حتى نجيها من الأخير، إنه قسم كبير من تجارتنا يمر عن طريق الحدود، وإحنا نستورد من إيران بحوالي 10 تريليون دينار أو أكثر من 10 تريليون دينار، حوالي 10 مليار دولار، وهذه لابد أن تكون خارج الإطار الرقابي للبنك الاحتياطي الفيدرالي. فهذه مين تمول؟ يعني التجار مين يمولون هذه التجارة بشكل مباشر؟ يمولونها من خلال السحب من السوق الموازي، وهذا الأمر واضح ومكشوف. يعني ما يحتاج أختم القول على لسانك أنه هاي لغرض، نعم، توفير أموال بالدولار لتهريبها إلى إيران. ما افتهمت بغير هذا المعنى منك. مو للتهريب، لا 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 لا، مو تهريب، لتمويل التجارة. احنا نستورد من ايران، ايران لا يمكن تنطينا لسواد عيوننا، لا تنطينا المخضر ولا تنطينا المواد الصناعية، ودكتور احمد يعرف كل الزين. احنا التاجر يشتري سلعة مقابل دولار، هذا الدولار يجي عن طريق الحدود، ما يمر عن طريق النظام المصرفي. يعني الامر واضح.